متتبعينا الكرام، مرحبا بكم معنا من جديد في شقق جديده. حنا كنتواجدوا في طريق موزار، جينا باش نقدموا لكم شقق كتواجد في اقامه من اير بلس 3. الاقامه مزوده بالاسانسور وكذلك الباركينغ ديال السيارات. المساحه ديال لي زابارتومون كاينه 135 و 150 متر. عدد الشقق في الاقامه 8 ديال الشقق. حنا كنقدموا لكم الشقه اللي المساحه ديالها كتفوق 150 متر. كما كتشوفوا دخلنا للشقه، في المدخل ديال الشقه كيتواجد الاستقبال، عباره عن صالون وسيجور. كما كتشوفوا الاستقبال كبير، العرض ديالو كيفوق 7 متر والطول ديالو كذلك كيفوق 7 متر. كما كتشوفوا الديزاين ديال الكبس مجهز باضواء خافته لليد، والاطلالات ديال الصالون كيطلع على شريح ديال 12 متر باطلاله ممتازه مشمسه في الفتره المسائيه. الجوده ديال الالومنيوم في الشقق الجوده ديالو رفيعه. الروديات ديال الشراجم الكتريك، والنوعيه ديال الصباغه بلاتينيه. الارضيه ديال الصالون عباره عن رخام، الجوده ديال الرخام ممتازه. بالنسبه للمسه الاخيره ديال لي زابارتومون، مازال طور الانجاز. نذكركم بالمرافق ديال لابارتومون. لابارتومون المساحه ديالها كتفوق 150 متر، وكيتواجدوا فيها 4 ديال الغرف وصالون وسيجور، وكذلك مطبخ بيان ايكيبي، وحمام داخل الغرفه وحمام خارج الغرفه. هذا الحمام قريب من الاستقبال. الحمام بالنسبه للتجهيز ديالو غيكون عصري ومزلج من الارض حتى للبلافو، وبالقرب منه كيتواجد لانستالاسيون ديال الفاسك. الفاسك كذلك غادي يكون عصري. وبالنسبه هذه الغرفة ديال الجلوس، الغرفة ديال الجلوس مقابلة للاستقبال، كيتواجد فيها كذلك بلاكار. الإطلالة ديالها كتطلع على لاكون. وبالنسبة للانستالاسيون ديال لي طابل دونوي، وكذلك الانستالاسيون ديال لا تيليفزيون، وكذلك الكليمة. كما كتشوفوا الديزاين ديال بزاف سامبل، مجهز كذلك بشريط ضوئي ليد. غتفضلوا باش نشوفوا المطبخ ديال لابارتومون. المطبخ كذلك قريب من الاستقبال. المطبخ المساحه ديالو كبيره ومقسم كما ينبغي. الديزاين ديالو سامبل كذلك ومجهز بالليد. كما كتشوفوا التقسيم ديال المطبخ ممتاز، مقسم بالخشب. النوعيه ديال الخشب MDF، الجوده ديالو رفيعه. كتواجد فيه فورميكا وكذلك البونداشو. كما كتشوفوا النوعيه ديال الرخام اللي كيتواجد في البوطاجي، النوعيه ديالو ممتازه، والالوان ديالو متجانسه مع اللون ديال البلاكارات. بلاكارات من تحت البوطاجي وبلاكارات من فوق البوطاجي. الاطلاله ديال المطبخ كيطلع على شريح ديال 12 متر، اطلاله ممتازه ومشمسه في الفتره المسائيه. غتفضلوا معنا باش نشوفوا باقي المرافق ديال لابارتومون. لابارتومون كيتواجدوا فيها 4 ديال الغرف. المساحه ديالها كتفوق 150 متر. كما شفتوا الكولوار ديال البارطومون كتواجد فيه الصباغه ديال العنبره قابله للغسل. نشوفوا الغرفه الثانيه ديال البارطومون، كما كتشوفوا الغرف ديال البارطومون المساحه ديالها شاسعه، غرفه كبيره مجهزه بزوج، ما كيتواجد فيها بلاكار وكيتواجد فيها لانستالاسيون ديال لي طابل اليومي وكذلك لانستالاسيون ديال لا تيليفزيون وكذلك لانستالاسيون ديال الكليما. وبالنسبه للديزاين ديالها ديزاين سامبل، والاطلاله ديالها كتطلع على لاكور. بالنسبه للارضيه ديال الغرف مزلجه بزليج، الجوده ديالو رفيعه. هذه الغرفه ديال لي بارون كيتواجد في القلب ديالها حمام وكذلك دريسينغ، بلاكارات، جوج بلاكارات التقسيم ديالهم ممتاز وكذلك التغليف. الغرفه ديال النوم المساحه ديالها كبيره وكتطلع على شريع ديال 12 متر وكذلك كيتواجد فيها بالكون بإطلالة مشمسه في الفتره المسائيه. بالنسبه للبالكون غيتواجد فيه الزجاج. الغرفه ديال النوم وباقي الغرف غتكون الصباغه ديالهم بلاتينيه. الغرفه ديال النوم فيها لانسالاسيون ديال لي طابل دونوي وكذلك لا تيليفزيون. وبالنسبه للديزاين ديال الكبس سامبل في جميع المرافق ديال لابارتومون ومجهز بالليد. هذه الغرفه الرابعه ديال لابارتومون مجهزه للاطفال، الاطلاله ديالها كتطل على لاكور. بالنسبه للاكور، بالنسبه للفيزافي المساحه ديال لاكور كبير، وهذا البلاكار كيتواجد في قلب الغرفه مقسم ومغلف كما ينبغي. الجوده ديال الخشب ديالو ممتازه كما كتشوفوا، الجوده ديالو رفيعه، والبيبان ديال البلاكارات في لابارتومون كوليس ما كيشدوش المساحه في باقي الغرف. لانستالاسيون ديال لي طابل دونوي وكذلك لا تيليفزيون والكليما كيتواجد في الغرف. بالنسبه للكولوار وكذلك هذا الانترفون ديال لابارتومون غيكون مجهز بالكاميرا، انترفون عصري كما شفتوا. لابارتومون التصميم ديالها والمساحه ديالها كبيره والتصميم ديالها ممتاز، اللمسه الاخيره عصريه، تجهيزات كذلك في المستوى. الاستقبال كيتواجد فيه الرخام. بالنسبه للثمن ديال لي زابارتومون هنايا كيتباع بالمتر كاري 7300 درهم للمتر كاري. نتمنى شقاقتنا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش متابعه الصفحه ديالنا على الفيسبوك وانستغرام شقق فاس، وكذلك القناه ديالنا على اليوتيوب شقق فاس. الى اللقاء، الى فيديو جديد والى شقه جديده.